مساء الفل يا استاذ زياد. اهلا. طب ليه المعامله الناشفه دي؟ ده انا حبيبك. عمري يا سيدي براحتك، بس هتعبك معايا شويه. خير؟ لا مؤاخذه، بس هننقل المكتب تاني، العيال العساكر هينضفوا قبل ما سليم بيجي ويطين عيشتهم. في حد بينظف بالليل كده؟ افترى بعيد عنك، بس حكم الاوعى الضعيف هنعمل ايه؟ بس معلش حقك عليا، لا مؤاخذه، بس هتلم حاجتك وتيجي معايا. سليم بيقال لي ان انا ما اتحركش من هنا. يا راجل دول خطوتين، مكتب جنبنا هنا بس عقبال ما العيال تخلص، وكده كده هو لو جه لهم ما خلصوش هيجي لنا. يلا. فين الخطوتين اللي انت قلت عليهم؟ خلاص يا سيدي وصلنا اهو. اتفضل اتفضل يا استاذ زياد، اتفضل اتفضل. افتح الفاعل. اتفضل يا استاذ زياد، هجيب لك شاي دلوقتي. انا مش عايز من وشكم حاجه. مسا مسا يا ابو خليل. انت مين يا عم انت؟ عرسك. عرسك؟ ودخلت هنا ازاي؟ تحت الباب؟ عرسك يدخل من اي مكان. عايز ايه؟ مرسال من طرف المعلم حسن الطب. ما تخافش. عايز ايه مني حسن الطب؟ مش كفايه اللي انتوا عملتوه فيا؟ عارف الازازه دي فيها ايه؟ مية نار. فهمت ولا نقول كمان؟ هو في ايه بالظبط؟ مفيش حاجة. انت قلقان ليه؟ انا هجيب لك شاي. انتوا عايزين مني ايه؟ كل خير. اقعد اقعد. بترتاح؟ خايف ليه؟ مش خايف. عايزينك تعال ابو خليل وتعرف انك لو في بطن امك هنجيبك. والمعلم بيقول لك ايه بقى؟ انت كده كده هتخش السجن، فخليك راجل ابو خليل وشيل شيلتك. واياك اياك ابو خليل تجيب سيرته او سيره حد من صبيانه، بدل ما حد من السجن يقل عقله ويضربك بمطوه زي دي او يرشك بشويه ميه نار زي دول، ولا بعيد الشر يرش واحدة من بناتك بشوية زيهم. ودول ولايا أبو خليل، ولايا. هتعمل إيه بقى الواحدة في يوم لو وشها باظ؟ قلب الكلمتين دول في دماغك أبو خليل قبل ما تتعرض على النيابة بكرة. عرس خلص. يا رفاعي، فين العساكر؟ جوه بياكلوا لقمه. سعادتك سعادتك شايف الجو؟ جو ايه وزفت ايه؟ واحنا في حضانه؟ يا باشا العيال ما كلوش حاجه من الصبح. ان شاء الله معنهم طفحوا. حالا يا باشا كل واحد يرجع مكانه. خلصانه في منت. لما نشوف. الو. ايوه زناتي. الضابط رجع. طب خلي عينك عليه، ولو حصل حاجه كلمني. سلام. ها يا استاذ زياد، مش قلت لك يمكن مش هو؟ بقول لك انا مصوره بالموبايل بتاعي. لولا بس ان الموبايل فاصل كنت فرجتك على الفيديو. ولنفرض ان هو يا اخي. دي حادثه قضاء وقدر يعني. وبعدين ده شاب زيك يرضيك مستقبله يضيع؟ ما علينا منه يا سيدي. أبوه ده مهما كان جارك برضه وخيره عليك. بقول لك الكلام ده ما بياكلش معايا، ما تضيعش وقتك. رجعني مطرح ما كنت، أنا مش هغير كلامي. طب إيه رأيك أجيب لك من أبوه 50,000 جنيه؟ ما يلزمونيش. 100,000 كويس؟ زياد أنت شاب في بداية حياتك، مبلغ زي ده يعمل معاك مصلحة حلوة. فعلا 100,000 تستاهل إن أبيع البنت الغلبانة.
بس ده تفكير اللي زيك يا ابني. ان كان اهل البيت نفسهم اتراضوا مع الراجل ما فاضلش غيرك يا زياد. هم حرين، انا مش غير كلامي يا ابني. انا امال الحياه ابقى من الميت؟ خد المبلغ واعمل لك مصلحه حلوه. وده مش حقهم لوحدهم. ابن لطفي لو ما تحسبش كل يوم هيدوس على بنت جديده اعتبرها بنتك. ما يخصكش. ده برضه رد الناس الرخيصه اللي زيك. لا ده انت ابن كلب قال لي ادب وعايز تتربى. انت مش هتعرف تعمل معايا حاجه. لا يا رحمك اعرف اعمل. انا عايز اعرف الواد راح فين. ما يمكن زهق وروح يا باشا. انت هتستهبل؟ ما طبعا ما انتوا ليه النهارده نايمين تحت البطاطين متدفيين. وانا ذنبي ايه بس؟ يعني ايه ذنبك ايه؟ انت مش عامل لي فيها الصدر حنين ولا مبلع ساكر حواليك؟ انت تعرف بيت الواد ده فين مش كده؟ انا يا باشا عارف. تروح دلوقتي تجيبه من حضن امه مفهوم؟ حاضر يا باشا. يلا غور من وشي. فين يا عم انت؟ الظابط رجع وقلب الدنيا. خلاص يا قلت لك ما تبقاش خفيف امال. يلا ربع ساعه وتعالى بسرعه. يا عم زياد لسه دماغك ناشفه؟ ما تفرهدش نفسك وتفرهدني معاك. ما هو انت كده كده مش هتخرج من هنا غير لما تعمل اللي انا عايزه. فريح نفسك. ويا الله يرحمه قال لي عيش راجل. لما قابل اللي زيك الواد مات يا زلات.